السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء بوصفات ان شاء الله تعجبكم، وزي دايما بنقول لكم بتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الارقام اللي بتطلع على الشاشه وكمان عن طريق الصوره اللي بتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك. وما تنسوش دايما عندنا افكار متجدده ان شاء الله في رمضان ده مختلفه عن كل سنه. عندنا يوم السبت ان شاء الله هيكون في مسابقه هنتواصل معاكم مباشره، وكمان هيكون في جوائز لحبايبنا اللي بيتابعونا. والنهارده كمان احنا المفروض نكون طالعين هوا على السوشيال ميديا بتاعه سي بي سي سفره. طيب يلا بينا نشوف طالعين لايف. انا قلت ايه؟ طالعين هوا؟ ما هوا هو لايف بس ده باللغه الاخرى. يلا مش مشكله. هنعمل مع بعض اول وصفه للنهارده وهي ستيك بصوص الكزبره. الوصفه بتاعتنا عشان نعملها عايزين اربع قطع ستيك تقريبا حسب عدد افراد الاسره، عايزين معلقه كبيره من الزبده وملح وفلفل وثلاث حبات بطاطس مسلوقين وكوبايه كريمه و50 جرام زبده وملح وفلفل. ده للبطاطس. للصوص اللي هنحطها على الستيك عايزين 2 معلقه كبيره زبده، 2 فص ثوم مفروم، 1 معلقه صغيره فلفل احمر مجروش، 2 معلقه كبيره كزبره، وعايزين اوراق كزبره للتقديم وشطه مجروشه برضو. طيب اول حاجه هنعملها عايزين نعمل الستيك. الستيك يا جماعه زيه زي اللحمه عامه ما بتقعدش كتير على النار، لو قعدت كتير على النار بتشد. في ناس بيخافوا ان هم يسيبوا اللحمه شويه صغيرين، بس في كام حاجه كده لازم نقولها علشان خاطر اللحمه بتاعتنا تنجح. اول حاجه لازم ان الطاسه او الحله اللي هنحط فيها اللحمه او الفراخ بتاعتنا لازم تكون سخنه جدا جدا جدا، ما ينفعش تبقى نص نص، لانها لو نص نص اللحمه هتنزل ميه وهتفقد العصاره بتاعتها. فلازم اللحمه بتاعتنا تتحط في طاسه تكون سخنه جدا جدا. لازم ما تقعدش كتير على النار، لو قعدت كتير على النار بتشد بتنشف. وفي حاجه تانيه كمان غلط بنعملها، وهي ان احنا لما بتبقى اللحمه موجوده على النار بنفضل نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها ونقلبها الناحيه التانيه ونضغط عليها. ده غلط، لان انت لما بنضغط على اللحمه بنطلع العصاره اللي جوه اللحمه، وده بيخلي اللحمه تبقى ناشفه والعصاره بدل ما تتحبس جوه وتبقى طريه اللحمه بسبب وجود العصاره محبوسه جوه اللحمه، العصاره بتطلع بره وبالتالي اللحمه بتنشف وبتبقى عامله كده زي الفتل. بس فخلوا بالكم من الحتت دي. طيب الحاجات دي دلوقتي هنحط بس شويه زيت. دايما لما بنحط زبده بنحب نحط شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش على النار. ودلوقتي هنحط الزبده اللي عندنا، نتاكد بس ان كله سخن جدا. اول ما كل ده يسيح ونتاكد انه كده تمام بنروح حاطين اللحمه بتاعتنا. خلينا بس نشيل ده كده زي ما اتفقنا. طيب احنا الكريمه والزبده والبطاطس دول هيتحطوا مع بعض عشان نعمل مع بعض البطاطس البيوريه اللي عندنا. فهنجيب كده حله نحطها هنا ونحط فيها كريمه او حليب زي ما انتوا عايزين، شوفوا انتوا عايزين تعملوها بايه. وهنحط الزبدة وهنعمل البطاطس البيوريه بتاعتنا. تمام دلوقتي هنا الطاسة عندنا سخنت تمام، بنقدر بقى نحط اللحمة بتاعتنا. اعملوا بقى ما شاء الله الحتت كبيره، نحطها ازاي دي كبيره كبيره ما شاء الله. ما تحطوش كمان يا جماعه اكتر من طاقه الطاسه، يعني ما تحطوش اكبر من طاقتها علشان برضو هتنزل ميه. انتوا عارفين انا هعمل ايه، هولع نار تانيه كمان عشان خاطر نحط اللحمه بتاعتنا وتبقى واخده راحتها، لان احنا عندنا ما شاء الله اللحمه كتير كبيره.
يلا هنا كمان هنحط شوية زبدة وبرضو شوية زيت. ناخد كمان قطعة هنا نحطها ولا ايه؟ طيب دلوقتي احنا هنحمر يا حبايبي اللحمة هنا ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل تكون اللحمة عندنا اتحمرت. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي اللحمة بتاعتنا جهزت، فهناخدها كده نشيلها كلها في حتة واحدة كده هنا في الطاسة دي، وبعدين هناخد بقية الزبدة، لان الوصفة اللي يعني الصوص اللي بتتحط عليها هي اصلا صوص زبدة. فهناخد الزبدة دي بقى كلها هنا، وهنعمل ايه، ناخد دي نخليها على جنب تمام، ونطفي النار هناك. ونيجي هنا بقى نفس الحلة او الطاسة اللي عملنا فيها اللحمة بتاعتنا بالبهاريز بتاعت اللحمة كلها، هناخد دلوقتي هنعمل لها صوص كده بالكزبرة لذيذة جدا. خليني اخد الجلافزات ونروح نقطع الكزبرة الخضراء بتاعتنا. ونعمل الصوص بتاعت الكزبرة. يلا نجيب سكينة والتوم عندنا بقى هنا توم، انتوا لو تلاحظوا يعني يدوب بس هنحط ملح وفلفل. احنا عايزين دلوقتي الكزبرة الخضراء نقطعها كده عشان هي البطلة بتاعت الصوص بتاعتنا. وتابعونا لايف على صفحات السوشيال ميديا بتاعت سي بي سي سفرة، احنا معاكوا لايف النهاردة ان شاء الله. ودلوقتي نخلص الوصفة بتاعتنا ونبتدي نفتح ونشوف كل حاجات كومنتاتكو تعليقاتكو اسئلتكو وكل حاجة. طيب بصوا، هناخد دلوقتي التوم اللي عندنا هنحطه هنا، وهناخد الكزبرة هحط لها برضو شوية ملح وفلفل، الزبدة كده عشان الصوص يبقى طعمها حلو، شوية ملح وشوية فلفل. واحنا ما حطيناش على فكرة على اللحمة، ممكن نحط لها دلوقتي شوية ملح وشوية فلفل ونقلبهم. ثواني بس نشوف ده كده الاول. هنا هناخد الكزبرة الخضراء ونحطها، ونحط شوية شطة مجروشة. ونقلب الكلام ده كله. الصوص بقى دي هتتقدم على، وانا مش عايزه بس اقول لكم ان هي المفروض يتحط لها زبده كمان لان هي اصلا صوص زبده. الحراق يعني دخل في مناخيري من كتر ما هو حراق. ادي الصوص يا حبايبي بتاعتنا، شايفين؟ بصوا هي دي بتتحط بقى كده على اللحمه. بس انا بقى مش هحطها دلوقتي عشان خاطر تفضل بلمعتها، فاحنا دلوقتي بس هنعمل ايه، هنكمل الفراخ الفراخ ايه بس هنكمل البطاطس البيوريه بتاعتنا. انا صايمه طبعا. حطينا هنا الحليب وحطينا الزبده او الكريمه، وهنحط شويه ملح، وهناخد البطاطس بتاعتنا نحطها، وكده نبقى احنا عملنا البطاطس البيوريه. انا بحبها دايما مع بطاطس بيوريه الوصفه دي كده. ونقلبها. طبعا انتوا بقى بتتحكموا في السمك حسب السوائل اللي محطوطه. شوفوا انتوا بتحبوها طريه بتحبوها سميكه زي ما انتوا عايزين. دي انا هشيلها من هنا علشان خاطر النار هتخليها تتحمر بزياده، خليها كده حلوه. هي صوص زبده يا جماعه،
فعشان كده احنا حاطين شوية زبدة حلوين يعني. خلاص انا هقلبها دي لغاية ما كله يتجانس مع بعضه. ودلوقتي نبتدي بقى نروح على الفيسبوك. اني حتة قوليلي يا هبة اللايف، يا هبة يا هبة على الفيسبوك. يلا 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 نروح على الفيسبوك يا حبايبي ونشوف ايه الاخبار. احنا كده خلصنا خلاص، يعني هنحط البطاطس البيوريه ونحط فوقيها اللحمه والصوص فوق اللحمه، بس انا هنعمل الكلام ده كله زي ما اتفقنا بعد ما نخلص عشان خاطر تفضل بلمعتها. سوري سوري سوري. طيب اي سي بي سي صفر. يلا على صفحة سي بي سي سفرة يا حبايبي، وآدي اللايف بتاعنا أهو. النهاردة هنروح نشوف من مصر أسماء صابر، وأسماء صابر بتقول أفضل القنوات، من أفضل القنوات. تسلمي لي يا حبيبة قلبي، شكرا ليكي. نور الإسلام، نور الهدى بتقول القطايف بيتحط فيها سميد ولا لا وإيه الأحسن؟ بصي هبة، خلينا ننزل وصفة القطايف لو سمحتي. وصفة القطايف دي جربيها هتنبسطي منها جدا، وسريعة وما فيهاش خميرة. من تونس بتقول أنا بتابعك من سنين وبموت فيكي لطيفة، عويني عويني حبيبة قلبي، شكرا ليكي ويا رب دايما عند حسن ظنك، وسلامي ليكي ولكل حبايبنا اللي في تونس. نور الإسلام، نور الهدى، شكرا شكرا، كل سنة وانت طيبة. ومعانا من السودان عايدة عبد الرحمن، يا اهلا وسهلا بيكي وكل حبايبنا اللي في السودان. ام نوران بتقول انا دايما متابعاكي على طول، دي حاجه تسعدني، يا رب دايما عند حسن ظنك. ام شنوده جرجس اهلا وسهلا بيكي، شكرا ليكي. وشكرا لاشرقه الحياه من اسوان، يا اهلا وسهلا. من لبنان ميرنا بدوي اهلا وسهلا بيكي وكل حبايبي الكتار جدا اللي في لبنان. روبي أشرف كل سنة وانتي طيبة، ودينا كمال، وميرنا بدوي، ومروة جمال عايزة أفكار لعزومة. حاضر من عينيا، هنعمل حاجات إن شاء الله هتعجبك. ومعانا كمان ملاك نبيل بتقول الأكل النهاردة حلو، تسلمي كل جزوق. يوسف عشماوي والوردة الذهبية من الجزائر، يا أهلا وسهلا بيكي وكل حبايبنا اللي في الجزائر، أنا كمان بحبك. عبير عسوي عايزة وصفة الهريسة الدمياطي، حاضر بنعملها من عينيا من عينيا. شكرا لداليا سليمان حبيبة قلبي تسلميلي. ورقية يوسف وبرنسس وفاء من مصر بتقول أنا وأختي بنحبك، كل سنة وانتوا طيبين يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكم لبعض. صباح الخيرات لمن بعد ومن بعد أمي. ورجاء خضر كل سنة وانتي طيبة. وحسناء فايز شكرا ليك يا حبيبة قلبي. من أسوان فاطمة الخطيب كل سنة وانتي طيبة. من الجزائر سوسن سمية بوعزيز أهلا وسهلا بيكي. السماء الصافية بتقول أحبتش لما تكوني مباشر، رمضان كريم حبيبة قلبي تسلميلي. أسماء صابر بتقول بنحبك يا شيف وأنا كمان بحبكم جدا، تسلمي كل ذوق. من تونس ريم غرسلي بتقول بنتابع فيكي على طول، حبيبة قلبي شكرا ليكي وسلامي ليكي ولكل حبايبنا اللي في تونس. سارة جمال وندى وائل وجنى جودة من الجزائر، وأم محمد أبو يوسف، ورقية يوسف حبيبة قلبي تسلميلي، ومدحت سيد، ومن السودان شوك الحوت نور العيون، والوردة الذهبية، وإسراء الأنصاري. طيب ماشي، عايز تتعلم الأكل، احنا هنا بنقدم حاجات سهلة وحاجات صعبة عشان الكل يستفيد إن شاء الله. زينب حسن وأم محمد أبو يوسف وسكر ومسكر وانتي طيبة. تسنيم هشام حاضر بنعملهم تاني من عينيا. منى عايد بتقول انا اصلا بحب اي حاجه من ايديكي لانك راقيه جدا ومميزه،
كل سنة وانت طيبة. شكرا ليك يا حبيبة قلبي، وان شاء الله دايما عند حسن ظنك. تسلميلي. مين تاني معانا؟ سحر ابراهيم مرسي، وهي عجينة القطايف. سحر ابراهيم مرسي، ومين تاني؟ محمد فؤاد بيقول بنحبك، انا كمان بحبكم جدا. حاضر. ام محمد بتقول انا هديل من ليبيا، بحبك وبحب وصفاتك جدا. شكرا لك يا حبيبة قلبي. ووردة كاردينيا من العراق بتقول من العراق، وصفاتك رائعة جدا. حبايب قلبي الكومنتات كتيرة، خلينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا وقراية كومنتاتكم. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم يا حبايبي، رجعنا لكم تاني بوصفه من الوصفات الرائعه بتاعه المطبخ المغربي. النهارده هنعمل الحريره المغربيه، الشوربه اللذيذه جدا جدا جدا. طبعا المطبخ المغربي يعني غني عن التعريف باكله اللذيذ ووصفاته الحلوه، وانا هعملها اهو هنا. ولو في اي حاجه ناقصه او زياده او اكتبوا لي في التعليقات. احنا لايف معاكم على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك، فاكتبوا لي وانا ان شاء الله بنخلص بسرعه وبنقرا الكومنتات بتاعتكم زي دايما. طيب على فكره كان المفروض استعملنا حله اكبر، لان الشوربه دي يعني بجد تستحق تتعمل في حله قد كده من كتر ما هي بتطلع لذيذه. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتها مع بعض. شوربه الحريره عايزين لحمه مفرومه، ممكن حته سمنه او زيت بس نقلب اللحمه المفرومه معاها، بصل، زنجبيل، كركم، زعفران، زيت عشان نقلب زي ما اتفقنا، عايزين عود قرفه، عدس، طماطم، كرفس، صلصه طماطم، كزبره خضراء، بقدونس، وشويه دقيق، وحمص مسلوق، ومرقه، وملح وفلفل. مكوناتها كتير بس الطعم رهيب. هنحط دلوقتي حتى لو استغنيتوا عن اللحمة المفرومة، المكونات اللي فيها لذيذة قوي هتخليها طعمها برضو حلو، فلو حابين تتغاضوا عن اللحمة اوكي مفيش مشكلة. هلبس الجلافز بس ونبتدي ايه نكمل وصفتنا اللذيذة قوي من المطبخ المغربي. المطبخ المغربي يا جماعة من المطابخ المميزة جدا، وفي سنة من السنين كان هو المطبخ الثالث على مستوى العالم، فهو أكلاته لذيذة صراحة ومميزة ومختلفة. هنقلب بقى اللحمة المفرومة شوية كده، وزي ما قلت لكم انا قلت المكونات يا حبايبي، لو في اي حاجه زياده او ناقص حبايبنا اللي بيتابعونا من المغرب يكتبوا لنا على اللايف بتاع الفيسبوك على صفحه سي بي سي سفره، يكتبوا لنا، لان انا يعني عاملاها بالطريقه بتاعتي، بس طبعا اعتقد ان هي صح. بس لو في اي حاجه انا بحب اتعلم، يعني انا بحب اتعلم، بحب لو في حاجه زيادة أزودها، لو في حاجة ناقصة أنقصها كده يعني. فشوفوا يا حبايبي وقولوا لنا. طيب هنحط دلوقتي بقيت بقى الحاجات اللي عندنا كده بالترتيب. هنحط العدس، تقليبتين كده طبعا ما بياخدش وقت على النار، العدس على طول. عندنا كرفس، هنحط كل المكونات مع بعضها بقى ونبتدي نضيف المية. والله الشرشوبة دي يعني جننتني. عندنا طماطم فريش، عندنا فريش وعندنا صلصة. لطيفة الحلة صح؟ مبينة اللي جوه. الله انت خايف انها تفرقع؟ الله ده نفس احساسي، احاسيس مشتركة، بس هي المفروض ما تفرقعش. عامة لو فرقعت اجري بالكاميرا من عليا على ناحية تانية ماشي. يلا هنحط بقى، انا بستعملها قبل كده الصراحة كتير، ان شاء الله ما يحصلش حاجة. هنحط الحمص وهنحط دلوقتي الصلصة
ونحط بقى بقية المكونات بتاعتنا ونحط مية وكده هتبقى ايه الشوربة اللذيذة بتاعتنا جهزت. عندنا بقى عود قرفة، عندنا كل الزنجبيل بودرة، شوية كركم، زعفران، الزنجبيل البودرة اهو، وعندنا مكعب من المرق وده اختياري طبعا، كله حاطط ايده على قلبه من الحل. ها نحط بقى المية، بسم الله. يا سلام يا سلام. نحط بقى شوية ملح وشوية فلفل وهنسيبها بقى على النار تستوي كده شويتين، وفي الآخر خالص هنحط لها البقدونس والكزبرة. هي كده عندنا تمام التمام. يلا نسيبها بقى ونروح نشوف الحبايب كتبوا لنا ايه على شوربة الحريرة. فينك فينك؟ سي بي سي سفرة، وقولوا لي يا حبايبي ايه الاخبار. احنا لايف زي ما قلنا. ادي احسن من ايه. قالت لي كوكي طب تقدر تديني دقيقتين لو تحب، دقيقة ونص من عناية. طيب سالي تاغي بتقول بتستعمل الكرفس المنطقة اللي فيها الأوراق. بصي أنا بستعمل ده وده، لأن المنطقة اللي تحت كمان بيبقى فيها النكهة قوية جدا، فأنا بحب استعملها صراحة بدل ما نخسرها يعني. طيب مين تاني عندنا؟ كوكي سعد بتقول هتجرب الشوربه وهتبعت لي صورتها واحنا مستنيين. ام علاء بتقول الحريره بتتعمل بلحمه مكعبات. ممكن تتعمل بلحمه مكعبات ولحمه مفرومه. طيب خلاص اوكي حاضر. بتقول كله بيتحط مع بعضه، كله بيتحط مع بعضه. طيب عادي حاضر، المره الجايه بنحط كله مع بعضه. ولحمه مكعبات هي بتتعمل مرات بلحمه مكعبات، بس انا شفت برضو ناس بيعملوها بلحمه مفرومه، ففي الاخر كويس ان انت برضو كتبتي عشان نقول للناس ان هم ممكن يعملوها كده وممكن يعملوها كده. تمام. شكرا لابو ريتاج بيقول انا بحبك وبحب كل وصفاتك وعايز يعرف فكره جديده عن عمل البط. كان عندنا اول امبارح شيف شربيني عامل بط، صح؟ النهارده عمل بط شيف شربيني. عمل بط النهارده الشيف شربيني، بط بالمرتة. يا عيني يا عيني. دي فكره، وبرده ان شاء الله خلال رمضان لو قدرنا نعمل مره كده كمان بطه بنعمل بافكار جديده. وانا عامله قبل كده بط بالبرتقال، وعاملين بط، عاملين كتير وصفات ممكن تشوفوها على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا. انت عايز خلاص تطلع صح؟ طيب خلينا دلوقتي يا حبايبي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي خلينا نعمل مع بعض بقى آخر طبق حلو للنهاردة أو آخر وصفة للنهاردة، وهي حلو كده لذيذ وسريع جدا وحلو في التقديم. هنعمل سواريهات الفستق. عايزين كوبايتين بسكوت مطحون، كوباية فستق مطحون، حليب مكثف محلى حسب الحاجة. الحشو عبارة عن زبدة فستق، وللتغليف بنقدر نحط فستق مجروش وورد مجفف. هناخد دلوقتي البسكوت اللي عندنا هنحطه هنا، وهنحط معاه الفستق، وهنحط معاه حليب مكثف محلى لغاية ما يبقى عندنا خليط بنقدر ان احنا نتحكم فيه. تمام. يلا كمان شوية
كده احنا تقريبا خلصناها خلاص. شايفين سهلة جدا، وتقدروا تغيروا في المكسرات حسب النوع اللي انتوا عايزينه، يعني بتقدروا تحطوا بندق، تقدروا تحطوا سوداني، وبالتبعية بتغيروا من الزبدة حسب الحاجة. يعني مثلا هنعمل فول سوداني، بنغير بنحط زبدة فول سوداني بدل زبدة الفستق كده. هتعملوا مثلا بالبندق، بتغيروا تحطوا شوكولاتة قابلة للدهن، يعني انتوا غيروا حسب ما انتوا عايزين. هناخد بقى كده عندنا قطعة زي دي كده، وهنعملها رول كده زي ما انتوا شايفين. انا هعمل على حتة صغيرة علشان خاطر الوقت كده، تمام. بعد ما عملناها بالشكل ده، بنعمل زي تجويف كده في النص هنا كده بالشكل ده كده. المهم التجويف هيبقى معانا في الاخر بالشكل اللي هو ده، شايفين. هناخد بقى كيس حلواني، هنحط فيه الزبدة بتاعتنا، نحط الزبدة بتاعتنا في الكيس الحلواني، وهنبتدي نحطها في الفراغ التجويف اللي احنا عملناه هنا. دي بقى هتدخل التلاجة بس شوية لغاية ما تجمد، وبعد كده هنقطعها، وهيبقى عندنا كده حاجة كده سواريهات لطيفة صغيرة وحلوة كده جدا في التقديم. نجيب المقص، ونقطع الحتة اللي تحت كده، ونبتدي نحط في التجويف زي ما اتفقنا. دي بقى بندخلها التلاجة عشان قبل ما نقطعها لازم تكون ماسكة نفسها. شوفوا هنملى كل ده كده، بالشكل ده، ونرجع تاني نملاه كويس. دي على التلاجة يا حبايبي لغاية ما تجمد، بس تجمد بنجيب السكينة وبنبتدي نقطعها كده يا حبايبي. شايفين كل الكومنتات طالعة من المغرب بتقول والله بحب كل اللي بتطبخيه. حبيبة قلبي تسلميلي، وتسلم ايدك المؤمنة بالله. حبيبة قلبي شكرا ليكي، شكرا يا فاطمة، وشكرا لأسمى، مين؟ سارة، حبيبة قلبي تسلميلي، تسلمي يا حبيبة قلبي. وجدان من السودان كمان، ومين تاني معانا؟ وسمارة حبيبة قلبي شكرا ليكي، وسارة مراد حبيبتنا طبعا دايما بتبعت لنا، ورانيا البغدادي، وأم محمد أبو يوسف. أنا بحط ال، هنحط بقى الحريرة بتاعتنا هنا اهي. ييه، ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبتي. واللي ميرنا، ميرنا حبيبة قلبي، ربنا يخلي لك ولادك يا رب وحبايبك كلهم. معلش يا حبايبي انا لان الوقت قرب فنسيت احط البقدونس والكزبرة على النار، فانتوا ابقوا حطوهم، معلش حقكوا عليا نسيت. يلا هناخد دلوقتي الصوص بتاعتنا اللذيذة جدا كمان دي، ونحطها على اللحمة بتاعتنا. يلا بينا. اخر حاجة دي طبعا بتتعمل وكده يا حبايبي. وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهاردة، عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تكون عجبتكم، وكلها بتقدروا تشوفوها على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة، وافكار جديدة بإذن الله. باي باي.